ناشط من مدينة البصرة سجل مقطعا آخر لأحد الأطفال مع والده، حيث تحدث عن منع دخول الإعلام للمستشفى بذريعة عدم وجود ترخيص لازم، منتقدا دعايات السياسيين الذين وصفهم بالمتاجرين بأرواح الأطفال. فنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم وصيام مقبول على الجميع إن شاء الله. اليوم احنا قدام مستشفى الطفل، مستشفى الطفل رجعت الأزمة بيها من جديد، ماكو أدوية، ما بيها أدوية. البصرة من النفط اللي تنتج 4 مليون برميل من النفط، لو يوميا يعني مليون واحد على دولار 4 ملايين دولار. رجعنا والأطفال مصابين بالسرطان، واحنا كإعلام جينا ندخل المستشفى منعونا من الدخول، قالوا موافقات رسمية، هو ما عنده دواء، ما عنده دواء، والأطفال قاعد يصير يعني قاعد يصارعون الموت بس ما يخلينا. أهم شيء الكرسي ماله. هاي رسالة إلى مدير الصحة وإلى مدير مستشفى الطفل. المسألة الثانية، من يجي له واحد سياسي جايب له لعابات بعشرين ألف، مشتري له لعابات بعشرين ألف، يدخل للمستشفى ويقولوا له استاذ تفضل ما أدري شنو، ويقص صور ويا المرضى ويسوي دعاية الروحة ويتاجر بأرواح المصابين بالسرطان وياخذ صور وياهم، هذا السياسي والمسؤولين وكلهم يمشون ورا، بس من يجي الإعلام يريد يسلط الضوء على هاي الشريحة المصابة بالسرطان والآن دوا ماكو ما يخلونها. هذا الوضع في مدينة البصرة. وينكم يا برلمانيين يا سياسيين يا أعضاء مجلس محافظة البصرة؟ مو ذول أطفالكم يعني؟ يعني إلا يصير بأطفالكم سرطان؟ والله ما أدري شكرا، الله يساعدك عيني. هذا الطفل ابنك؟ هذا ابني وجايبه بمرض السرطان. أينه؟ وجاي نعاني من شحة الأدوية، وبالنسبة للشعاع، الشعاع يعني جاي تتكاتف عليه المحافظات كلها تجي ناس شعاع. فاحنا هسه بقولت الله واحد يلا نحصلنا جلسة شعاع لهذا. نفطنا قليل، خيراتنا قليلة، لو عندنا حرامي. فاحنا الناشد المسؤولين الشرفاء فيسوون حل لهذول المرضى السرطان. يعني تأذينا بشكل الله شاهد. في ناشد المسؤولين الشرفاء. والله شو تحط لها وطي؟ غندوة مريض.